السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم. أتكلم معاكم إن شاء الله النهاردة بإذن الله عن أحد المواهب السورية الجديدة واللي هتنضم بشكل رسمي خلال المعسكر المقبل، معسكر مباراة كوريا واليابان. اللاعب بكل تأكيد وأمر منطقي إن هو يكون من الأرجنتين تحديدا، وإن هيكتور كوبر عنده سياسة واضحة جدا جدا، وهو إن يحافظ على التواصل ما بينه وما بين اللعيبة، وهيكون في ايه تواصل اكتر من ان هو يجيب لعيبه من الارجنتين. عايز اقول لكم ان دلوقتي وبشكل رسمي الى الان عندنا 6 لعيبه من الارجنتين داخل المنتخب السوري في القائمه الاساسيه. عندنا جليل الياس، عندنا ايزاكيل العام، ايماليانو امور، وابراهيم هيصار او ابراهيم هيصار، واستبان جليل حارس المرمى الجديد، بالاضافه للاعب السادس اللي هتكلم معاكم عنه النهارده. اللاعب كابوس. كابوس مش بمعناه الوحش ولكن بمعناه الحلو، ده اللقب بتاعه في الدوري الأرجنتيني الممتاز. ليه كابوس؟ لأن هو كابوس بالنسبة لحراس المرمى، كابوس بالنسبة للمدافعين، مهاجم من الطراز الرفيع جدا جدا، ينقصه بكل تأكيد الخبرة تحديدا، وإن هو عنده إلى الآن 21 سنة، هو مواليد 2002. اللاعب طوله 1.82 سنتي، من مواليد الأرجنتين مار دي لابلاتا، يحمل الجنسية السورية والأرجنتينية. اللاعب وبشكل رسمي مع منتخب سوريا، وخلاص صدرت الموافقة بتاعته من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. اللاعب رقم 9، مهاجم، أضف إلى ذلك أنه هو وينج يمين أحيانا. واللاعب قيمته السوقية دلوقتي 1.8 مليون يورو في الدوري الأرجنتيني الممتاز، وبيلعب دلوقتي مع نادي روزيرو سنترال، ومسيرته كلها في الأرجنتين ابتداء من نادي ألدو سيفي تحت سن 20 سنة، ألدو سيفي درجة تانية، ألدو سيفي في الدوري الممتاز مقابل 75,000 يورو، ثم نادي روزيرو سنترال في الدوري الأرجنتيني الممتاز. أنا بتكلم معاكم عن اللاعب توباس إيري سيرفيرا قاضي، ممكن تقولوا توباس القاضي أو توبياس القاضي أو توبياس القاضي. واضح جدا جدا من كلمة القاضي إن اللاعب ده جد والده هو اللي أصوله سورية ويحمل الجنسية السورية بناء على تلك صلة القرابة أو هذه صلة القرابة. اللاعب من ساعة ما تم الإعلان عن اسمه وفي ضجة كبيرة جدا جدا، هل يا ترى اللاعب ده هيشكل إضافة للمنتخب السوري؟ هل يا ترى هذا اللاعب هيشكل إضافة لمركز الهجوم، المركز الحساس جدا جدا؟ اولا لازم نوجه تحية شكر وتقدير لهكتور كوبر على جرأته في ان هو يأتي بمهاجم. المدربين اللي فاتوا كلهم اللي استلموا تدريب المنتخب السوري لم يكن لديهم الجرأة للبحث عن مهاجم للمنتخب السوري في ظل وجود عمر السومة ومن خلفه عمر خربين. بعض من الناس وبعض من المدربين جابوا علاء الدين الدالي، البعض الآخر جاب مرديك مردكيان، وهكتور كوبر عمل كده برضو في المباريات الأخيرة، ولكن ما قدروش ان هم يقدموا الإضافة المتوقعة من لعيبة بتلعب في منتخب، مهاجم يشيل منتخب. توباس القاضي أو توبياس القاضي أو الكابوس مش جاي يحل محل عمر السومة، ويمكن دي النقطة الأبرز والأهم. عارفين انتوا ومن خلال عشرتي لكرة القدم السورية خلال السبع سنين اللي فاتت، عندنا دايما حساسية داخل الجماهير السورية ما بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف. الناس من أهلنا في سوريا اللي مقيمين داخل سوريا يحبوا اللاعب المحلي وولائهم للاعب المحلي، ثانيا ولائهم للاعب العربي اللي بيلعب في إحدى الدوريات العربية، قطر، الكويت، السعودية، أي مكان، الإمارات. أما بالنسبة للاعب المحترف في دوريات أوروبية بيبقى عندهم حساسية ناحيته. على ناحية أخرى أهلنا في سوريا اللي عايشين في المهجر، عايشين في السويد، في النرويج، في الأرجنتين، في إسبانيا، سواء من أول 2011 أو الهجرة اللي حصلت بعد 2015، ولاءهم للاعب المحترف، وده منطقي. أنا عايز أقول لكم أن في ناس كتيرة جدا أنا أعرفهم وليه علاقة طيبة بيهم، عندهم ولادهم 17 و18 سنة وبيلعبوا كورة في السويد وبيلعبوا في النرويج ويتمنوا ان هم يمثلوا المنتخب السوري. لكن طبعا لما بنتكلم عن منتخب سوري مش هينفع اي لاعب يبقى موجود في هذا المنتخب. لكن طبعا مع مجيء هكتور كوبر اقتلبت او اتقلبت الامور رهصا على عقب.
عدد كبير من أهلنا في سوريا بيقولوا إن هذا اللاعب لا يصلح تباص القاضي لأنه بيضيع فرص كتير جدا جدا قدام المرمى. قسم آخر من اللعيبة أو من الجماهير بيقولوا لا، ده لاعب متميز، ده لاعب رائع، ده لاعب مستواه رائع جدا جدا وسنه صغير، فبالتالي من المنطقي إن احنا نديله فرصة عشان يقدر يقدم مستوى كويس خلال الأيام القليلة المقبلة. توباس القاضي أو توبياس القاضي سجل هدفين من أصل 17 مباراة هذا الموسم، الموسم اللي فات سجل 11 هدف من أصل 33 مباراة. إيه أكتر المميزات اللي عند توبياس القاضي واللي يقدر يقدم بها إضافة للمنتخب السوري؟ أولاً السن الصغير، أنت بتتكلم عن واحد عامل دوشة كبيرة جداً في الدوري الأرجنتيني الممتاز وهو سن 21 سنة. أنا عايز أقولك إن إحنا عندنا في الدوريات العربية حتى في مصر بيتعاملوا مع اللاعب اللي عنده 21 سنة على إنه طفل، على إنه عيل لا يتحمل مسؤولية منتخب أو نادي. في الأرجنتين وفي الدول الأوروبية والأمريكية لا، أنت ممكن 18 سنة وتلعب. أتذكر إن نادي ليفربول في مرة دفع بأحد الحراس كان عنده 14 سنة في أحد المباريات. أتذكر إن زلاتان إبراهيموفيتش أول مرة لعب في الدوري الممتاز كان 17 سنة تقريبا. عندنا احنا لا، 21 سنة ده طفل. هيكتور كوبر ما عندهوش العقدة دي، وبالتالي هو بالنسبة له إضافة كبيرة جدا جدا للمنتخب السوري خلال السنين كمان المقبلة. أيضا توباس القاضي عنده قوة بدنية وقتالية على الكرة، أي مرة يدخل فيها واحد لواحد بيعمل مشاكل وبيعمل قلق، واحنا محتاجين اللعيبة اللي من النوع ده. ما بقولش ان احنا عندنا من اللعيبة دي، لا، عندنا خليل إلياس من الشكل ده او من الطيب ده، عندنا ابراهيم هيصار من النوع ده من اللعيبة، لاعب كده يدخل الملعب يعمل قلق، يعمل قلبان، يعمل دوشة، يحتل الملعب، ياخد الكرة فردة، قوة بدنية تقول احيانا غشومية ماشي. محتاجين احنا حد زي زلاتان ابراهيموفيتش ياخد الكرة بالعنف طالما ما بيرتكبش غلط او ما بيعملش فاول او خطأ. فدي ميزة من مميزات توباس القاضي. ايضا توباس القاضي في المان تو مان ما عندوش يامر حميمي، اي حد او اي كرة بينه وبين واحد هياخدها، يعني هياخدها اي التحام، هو قوي في الالتحامات، طوله 1.82 سنتي، قوته البدنية قوية وكمان خفيف الوزن، وبالتالي هو في الالتحامات دايما بيكسب. ايضا توباس القاضي سريع جدا جدا، يمكن انا اتفرجت على مقاطع كتير لتوباس القاضي واتفاجئت من حجم سرعة هذا اللاعب، وعينه دايما على الكرة، وقبل ما تتقطع بيكون جاري، يعني عينه على اللاعب، اول ما الكرة تتقطع وتيجي او قربت تجيله هو بيكون خدها خلاص لحد المرمى. طبعا دي المميزات. نقاط الضعف احنا قلناها، اللاعب بيضيع كرات كتيرة جدا قصاد المرمى، وانا ارجح ان هذا الامر له علاقة بصغر السن وقلة الخبرة، واتوقع ان الامر كمان ليه علاقة ب مركزية هذا اللاعب. اللاعب توباس القاضي ما يلعبش مهاجم رقم 9، ولا يلعب سنتر فيرورد، ولا يلعب مهاجم تاني، لا، هو يلعب مهاجم ناحية اليمين زي عمار رمضان. طبعا هو مختلف عن عمار رمضان اكتر، هو عنده نزعة هجومية اكتر، لكن يلعب مهاجم اكتر ناحية اليمين هيكون اداؤه افضل. كمان من ضمن عيوب توباس القاضي اللي تكررت في اكتر من مباراة هو إني هذا اللاعب بيحتفظ بالكرة كتير، بطيء إلى حد ما، وأنا أعتقد إني ده مش عيب في اللاعب بقدر ما هو أتيتيود، توجه لدى اللاعب إنه يحتفظ بالكرة ويحاول إنه هو يحقق أعلى مستوى ممكن، يحاول إنه هو يمكن يجيب هدف. يعني أقدر أقول لكم إن هي أنانية إلى حد ما، مش احتفاظ بالكرة أو بطء بالكرة. نهاية، هل توبياس القاضي أو توباس إريه سيرفيرا القاضي هل هيشكل إضافة للمنتخب السوري؟ أنا بالنسبة لي توباس القاضي ومع احترامي لموهبته يظل بالنسبة لي لاعبا مجهولا. أنا عندي لاعب زي إبراهيم صار لما انضم للمنتخب السوري من أول مباراة لآخر مباراة وهو بيلتحم وهو قوي وهو بيحاول يسجل أهداف وهو قوي وخشن على المرمى، أنا عايز ده. أنا لو إبراهيم هيصار كان انضم للمنتخب السوري من سن 21 سنة كان هيعمل فارق كبير جدا جدا. إبراهيم صار لعب حوالي 4 مباريات مع منتخب سوري أو 5 مباريات بالمباريات الودية. نفس الأمر بالنسبة لإزاكيل العام صاحب 31 عام،
وصاحب الإصابة الكسر في القدم، رجله مكسورة وملحومة مرة تانية، وتعرض لإصابة كبيرة، وبالرغم من كده برضو بيقدم مستوى كويس. جليل إلياس أول مباراة كانت سيئة جدا في كأس آسيا، بعد كده بقية المباريات كانت رائعة جدا جدا. توباس القاضي يحتاج إلى احتكاك، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إن هو ينزل أساسي من أول لحظة، ويحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى توظيف جيد من ناحية هيكتور كوبر. أشكركم على حسن المتابعة، مستني أعرف رأيكم تحت في التعليقات في توباس إيريا سيرفيرا القاضي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.